لاجئون سوريون في كل مكان في بلاد الشتات وفي داخل الوطن، والعدد لا يتوقف عند رقم 340 ألف لاجئ سوري فقدوا كل شيء، أصبحوا مسجلين رسميا خارج سوريا، وأكثر من مليون سوري أرغموا على النزوح من منازلهم، لكنهم آثروا البقاء في حضن الوطن لعل وعسى أن يعودوا إلى بيوتهم وأهلهم وجيرانهم ومدارس أطفالهم. لكنهم جميعا والشتاء على الأبواب يكابدون ويغالبون مشاعر القهر والعجز والخوف من الضياع. حال اللاجئين في الداخل لا يبدو أفضل من حال أشقائهم في الخارج، رغم كل الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر السوري. في منطقة إعزاز على الحدود مع تركيا يتدفق عشرات اللاجئين يوميا على المخيم هربا من جحيم المعارك في مناطقهم. الأوضاع شوفنا شلون، قتلنا، دمرنا، قتل شعبنا، ما خلى شيء، حطنا في الخيام، شنشطنا، ما خلى شيء عنا، قتل أولادنا، ما ضل شيء عنا، ما ضل شيء. بعض هؤلاء أرغمتهم المعارك على الانتقال مرارا من مكان إلى آخر ليجدوا أنفسهم مع أطفالهم في العراء وبلا مساعدات، وكأن الإنسانية في إجازة طويلة. حالة من اليأس تسيطر على اللاجئين والمسؤولين رغم الإصرار على مواجهة الواقع. الأوضاع الحمد لله، ولكن ينقصنا بطانيات، ينقصنا أشياء كثيرة، ينقصنا الدواء، العدد كبير لا يستوعب لهذا الكم من الناس. منظمات الإغاثة تقول إن فصل الشتاء سيزيد معاناة السوريين المهجرين. بعض هؤلاء ترك قريته لأنها أصبحت بلا خدمات تذكر، لأنه ما في خدمات بالمرة، ما في لا مي لا أكل، ما في شيء نهائيا. يعني أوضاعنا تعبانة كثير فوق ما تتصور، حد عم يساعدنا أبدا. الأضواء لم تسلط على محنة هؤلاء المهجرين في الداخل، كما هو حال اللاجئين إلى الأردن وتركيا ولبنان، لذلك فمعاناتهم غالبا ما تكون أشد وطأة. هناك حركة دائمة في كل الاتجاهات، والتهجير يطال الجميع، لكن المعاناة واحدة والأزمة تزداد اتساعا وحدة. وأكثر من ذلك أن الصراع في حال استمراره سيقود إلى كارثة بشرية سورية تقزم الوضع الراهن للاجئين.